التربية الآن أشرفت اليوم وزيرة التربية نوريا بن غبريت على يوم برلماني حول مناهج الجيل الثاني، وعقبت أن هدف هذه المناهج تعتمد على مرجعية ودليل منهجي لسنة 2009 بحضور اللجنة المشرفة على الإصلاح وهي جزائرية، وأن للمنظومة التربوية الكفاءات البشرية والمادية لتحقيق ورفع التحدي ورقي بالمنظومة التربوية إلى الأحسن. وعن الموضوع نربط الاتصال مباشرة مع الأستاذ عبد الرؤوف زينة، أستاذ اللغة العربية بالطور الثانوي. أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا، السلام عليكم، مرحبا بالجميع. شكرا لك أستاذ. اليوم كان هناك يوم برلماني حول النقاش حول مناهج الجيل الثاني، أنتم كأساتذة اليوم كيف ترون، يعني هل مستوى التلاميذ اليوم يسمح باستيعاب مناهج الجيل الثاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نحن مع مدرسة نوعية عمومية ذات نوعية، ونحن مع تطوير المناهج التربوية واستعمال أحدث المناهج والوسائل للارتقاء بالعملية التعليمية، لكن هذا لا يكون أبدا بمعزل عن الأستاذ وعن النقابات التي تمثله وعن واقع التعليم، لأن وضع المناهج في الغرفات المكيفة وربما حتى ربما بخبراء أجانب هذا لا يخدم القطاع، لأن الآن عندما تأتيني بمناهج حديثة هذا طيب، لكن الأستاذ يجب أن ينطلق هذا التغيير وهذا المناهج منه، لأنه هو المطبق لهذه المناهج. أكيد. فإذا كنت أنت تأتي بمنهج جديد ولا تجعل الأستاذ يواكب هذا التطور ولا تشركه أيضا، لأن الأستاذ راه شريك والنقابات راهي شريكة في هذه العملية، لذلك نحن نستغرب عدم إشراكنا. لما في الاجتماع الأخير عندما أتي بالمفتشين على أساس أن يعطوا اقتراحاتهم حول الجيل الثاني، استغربوا أن الأساتذة والمفتشين أحضروا معهم بعض الاقتراحات، فإذا بهذه الاقتراحات توضع جانبا ويقال لهم الآن الأمر كله قد تم وأن المناهج قد حضرت والجيل الثاني راه مكتمل. إذا لم فمن يتم أين جاءت؟ إشراككم في تحضير المناهج؟ شوفي، لم يتم إشراكنا أبدا، وتم إغفال. احنا سبحان الله المدرسة الجزائرية عندها خبراء، عندها مفتشين، عندها ناس في قمة المستوى، فلماذا يغفلون عن هذا الأمر؟ أمر آخر، المدرسة الجزائرية هي شأن عام بالنسبة لكل الجزائريين ومن حق كل الجزائريين، سواء كانوا أولياء التلاميذ أو أساتذة أو غيرهم، جمعيات مجتمع مدني، أن يشارك في وضع هذا المناهج. عندما نسمع أن وزيرة فرنسية قل بأني أشارك أو أني شاركت أو شيء من هذا القبيل، فنحن لا طبعا لا ندعو إلى عدم إشراك الخبراء أيا ما كان بلدهم، لكن لا يعني أن يكون هذا على حساب الخبراء الجزائريين. فلسفة الجيل الثاني هي فلسفة لا يمكن مخالفتها، لأن التعليم بالكفاءات وإدماج المناهج، طبعا ليس إدماج المتعاقدين، إدماج المناهج مع بعضها البعض، اللغات والمواد كلها في نفس بنفس الكفاءة بنفس في نفس المادة في نفس النشاط، هذا أمر طيب، الفلسفة جيدة، فلسفة المناهج الجديدة، لكن المشكل في الناحية التطبيقية. هل تعلمين سيدتي أن الجيل الأول لا يزال بعض الأساتذة، وقل لك حتى بعض طبعا المفتشين، لم يفهموا حقيقته وكنه ولا يستطيعوا لحد الآن تطبيقه، والمفتشون يعانون في زياراتهم عند أصحاب الخبرات القديمة إلى آخره، فيوجد مشكل كبير في تطبيق هذه المناهج الحديثة. فكيف هل هو لنا راجع أن إلى نحسن؟ مشكل تكوين؟ هل هو راجع إلى مشكل تكوين طبعا الأساتذة؟ طبعا هذا داخل في الجيل الثاني. المفروض أنت عندما تأتي سيارة جديدة تجيبها، السائق جديد يجب تكونه على حسب هذه السيارة الجديدة. الأساتذة لا إذن ليست يزالون هناك دعوة يعانون. لتكوين الأساتذة من حيث مناهج الجيل الثاني؟ طبعا نحن ندعو إلى ذلك، لكن قبل ذلك، قبل التكوين، ندعو إلى إشراكهم. لما تشركوني في صياغة هذه المناهج فأنت بالضرورة أنا عندما شاركت في صياغتها سأحسن التعامل معها حين تخرج. فالمدرسة الجزائرية يجب أن تكون في منأى عن أي خفاء أو أي غموض، لأن هذا ما نستغرب منه، أنه حتى بعض الأحيان صريحات متضاربة، يقول لك لا أشرك فلان، لم يشرك فلان. إحنا بودنا أن المدرسة الجزائرية تكون
ليس في الخفاء وليس بالغموض تسير، وهذا الذي يفتح باب التأويلات وحتى ربما الإيديولوجيات التي نريد أن ننأى بالمدرسة الجزائرية عنها لنصل إلى الهدف المنشود في تطوير مدرسة جزائرية عمومية وموافقة للمناهج الحديثة إن شاء الله. يعني لا يجب أن تكون هناك مناهج ربما حاضرة تقدم هكذا للأساتذة. سيد رؤوف زنينة، هل ماذا عن سير الدروس في هذه الآونة؟ هو في الحقيقة لحد الآن سير الدروس ولحد الآن لم يتأثر كثيرا، أقول وأكرر لحد الآن، بينما إذا واصل الانسداد في المشكلة التي طبعا هي مطروحة الآن أساتذة المتعاقدين، نعم هذا قد يؤثر، بل أقول سيؤثر كثيرا على سيرورة المناهج وإكمال البرنامج، لأن عندما نتحدث عن بكالوريا بدون عتبة يعني يجب إتمام كل البرنامج، يعني كل الأسابيع، وهذا أيضا أعود بك إلى موضوع الجيل الثاني، أيضا هذا من فلسفة الجيل الأول التعليم بالكفاءات أن المناهج تكتمل، ماشي تقرر لي أنا التلميذ يدرس لي فصل أو فصلين ثم تعطى له شهادة، هذه شهادة زور، تلميذ قرأ فصلين وتعطيه شهادة على أساس أنه درس كل الفصول، وهكذا في السنة الأولى وفي السنة الثانية وسائر الأطوار. فيجب أولا على الوزارة أن تحل هذه المشكلة لأنها ستؤثر كثيرا، ولا يمكن تطبيق هذه المناهج إذا كان السياسات لا توافق. طبعا تقول لي نكون الأستاذ، قبل ذلك لازم الوزارة تكون عندها تكون تواكب هذا الجيل الثاني بحل هذه المشاكل التي تطعن دائما في السيرورة الحسنة للعملية التعليمية التعلمية. هذا مش المتعاقدين، طبعا المتعاقدون ألا تعلمين أن بعض المؤسسات التربوية يسيرها متعاقدون، أكيد كل الأساتذة متعاقدين، يعني خصوصا في المناطق النائية، خصوصا في المناطق النائية، فما بالك عندما يأتي الأستاذ المتعاقد يرى زميله في بدوة بتلك الحالة المزرية. ألا أتحدث عن الأمور الإنسانية فقط، حتى من ناحية التربوية من ناحية من نواحي أخرى، فعندما يتعاطف مع زميله ويتوقف فهذا سيؤثر علينا، وهذا ما يدل أن الأستاذ المتعاقد جزء كبير ومحور أساسي في هذه العملية، يجب ألا نغفله ولا نغفل هذه المشكلة ونقول راهي في بدوة، المشكلة راهي في كل الجزائر، المشكلة راهي وطنية، يجب أن نحلها قبل الحديث عن هذه الأمور الجيل الثاني وغيره. إن شاء الله. شكرا لك أستاذ عبد الرؤوف زين، أستاذ اللغة العربية بالطور الثانوي، شكرا جزيلا لك. العفو، بالتوفيق ونشكر، ونتمنى أن تحل هذه المشاكل في أقرب وقت، لأن هذا لا ينفع لا المدرسة ولا الأولياء ولا التلاميذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، شكرا جزيلا لك.